إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إخواني تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم الإخوان عندنا هاد الشوفاج، هذا النوع ديال ألي بيرت. مشكل كاين فيه هو أننا فاش نخدموه تعطي السخونية ناقصة، يعني السخونية كاينة ولكن ضعيفة بزاف. غادي نشوفو الإخوان كاملين كيفاش الطريقة باش نفتحوه ونقلبوه لداخل ونعرفو شنو هو العطب بالضبط وكيفاش يمكن لينا نصلحوه. إذا أول حاجة نبدأ على بركة الله، نحيدو له هاد ليفيس اللي كاينين هنا، أربعة الإخوان، باش يبان لينا شنو كاين الداخل. كاينين هاد دو فيس هما الإخوان، هادو من هنا نفتحوهم، إذن إخواني تنتبه لي هاد الفيس هذا بحال إلا راه ذلك إخواني صعيب في الفتح ديالو. هكذا إخواني نكونو فتحنا الشوباج ديالنا وعرفنا شنو هما المكونات اللي كاينين فيه. هنا لافونتيلاتور، وعندنا الإخوان بوبينه اللي تسخن، وكاين هنا ترموستا، وهنا هاد لامينيك. اذا اخواني بعد ما فتحنا هاد لي فيس هادو وخرجنا في هاد لو بلوك هذا، كاين عندنا هاد لونسومبل هذا اللي كاين فيه لونطري، يعني لاريفي ديال الضو اللي جا من برا، ومن بعد كاين عندنا هنا هاد لو فيغ، هاد لا ميني تري كتبان لي بان كتلاشي بارفوا، وكاين عندنا هنا ترموستا. غادي نحاولوا اننا نفكو هاد البلوك ديال تيجمع لينا بارتي كوموند، ونشوفو الإخوان أشنو هو اللي يمكن لينا نشوفو هنا شنو وقع في هاد الشوفاج ديالنا. إذن شوفو لونطري ديال لا بروميير ريزيستانس، هي ديال الإخوان،
وحده entrer vers la première résistance. وهذا la sortie ديال la deuxième résistance. إذن هنا الإخوان غادي نقلبو قبل من داكشي نحيد علينا هاد لافونتيلاتور شي كوبور شي قطيع شي حاجه مقطعه الاخوان ديالي هنا يعني باش يعطينا واحد لاشالور اللي حنا محتاجينها ما تيعطيهاش الاخوان شي ان ما الامور نحس بها بانها ناقصه نحط يدي هكا باش كيكون خدام تلقى بان لا ريبونس ديالو اللي تيعطي ناقصه شي ان ما إذن غالبا ما غتكون شي حاجة إما قايسة هنا في لا ريزيستانس هنا على ما يظهر أنني كنلقى هنا بعض الحوايج اللي هما ناقصين يعني إما لي بوبين هنا مع قوة السكوس وكدا هادي كيتقاسو هذا غالبا ما غيكون هو المشكل اللي طرح لينا نطرح هنا وان لي ريزيستونس كيتقاسو ما بيناتهم تيوقع ديكو سيركوي كتكون لا شالور ضعيفه فعاود ما تنتج لينا من طرف جوج ديال لي ريزيستونس كتنتج لينا غير من طرف وحده اللي هي طويله بزاف كتكون عندنا يعني ديك السخونيه اللي كتخرج كتكون سخونيه اللي هي ضعيفه دابا انا حاولت هنا انني نبعد دوك الحوايج اللي كيتقيسو دابا غادي نرد الفونتيلاتور ديالي اخواني غادي نردو الفونتيلاتور ديالنا ها وغادي نشوفو الاخوان واش تنظن بانها رجعت بزاف نحاول امكن انني نخفف هكا ثم كتشوفو ديماري ولكن مع ذلك كنلقى سخونية لأن شيء ما ضعيفة هذا المشكل مازال اخواني مازال عندنا نفس المشكل مطروح اذا هنا بعد ما قلبت البوبيناج ما مقيوش دونك ما عليا دابا الا نعبر لاباري ميتريكس هاد
كونجونكتور ديجونكتور هنا نشوف واش راه تيدوز ولا لا. هنا تيبان لي بان راه مزيان اخواني راه تيدوز. اذا اخواني كيف ما قلنا قبيله احنا بعد ما عبرنا هاد الكونجونكتور ديجونكتور لقينا بان تيدوز مزيان، نقومو بالفحص ديال هاد لونطري ديال الضو ونشوفو لي ريزيستونس ديالنا واش راهم مقاطعينش واش راهم مزيانين، وغادي نتبعو يعني يبقى الحل الوحيد هو اننا نتبعو لا كاناليزاسيون من الاول حتى التالي. اذا هادي لونطري ديال سميتو تعطينا هنايا بان الضو راه واصل مزيان الاخوان. نشوفو لا ريزيستونس لا بروميير ريزيستونس واش كاينه، هاي تعطينا القيمة ديالها. هادي لا سورتي خرجة مزيانة، دونك هنا لونطخي لونطخي هنا ديال ريزيستونس الثانية هنا تتبان لي بأنها كنحرك تدوز سميتو بحال شي حاجة كتقطع. أنا غادي نحاول نتبع الإخوان بالضبط ونشوف المشكل فين كاين. هنا راه ما وصلش، نشوفو هاد الخيط هذا اللي هو في لو غري فين تيوصل لينا، ها هو تيبان لي بانه هو هنا. اذا هنا بون دونك هانتوما اخواني هنا هانت لاحظوا معايا ها هما، شوف معايا الاخوان ها هو هنا تيبان لي بان هاد هنا لا سورتي ديال لي ريزيستونس بجوج هاد الكونيكتور هذا بالضبط لا سورتي. هاد لو غري التحتاني راه ما تيوصلش مزيان، ها هو هذا ديال لا بروميير ريزيستونس وهذا ديال الريزيستونس الثانية. هذا أظن بالنسبة للعبار هذا تيعطيني بأنه بحال إلا ما تيوصلش مزيان. غادي نحاول نسيريه مزيان في المكان ديالو ونزيد عليه لونطري لا سورتي بليطو ديال دوزيام ريزيستونس ونسيريه مزيان ونعاود العبار ديالي هكا إخواني. وهنا ما علينا دابا إلا نديرو واحد التجربة كما جرت العاده ونشوفوا الاخوان شنو تما. اذا هكذا دونك مزيان اخواني هانتوما كتشوفوا بان دابا انا تنحس بان السخون يلا الشالور طالعه مزيان. حتى بالنسبه لي بوبين قبيله كانت كتوهج لي غير وحده دابا تيتوهجوا بجوج، دونك الحمد لله. يعني الامر اقتضى منا غير شويه ديال التركيز ونعرفوا بان هاد لا صورتي هذه بالضبط اخواني. سمح الاخوان بان هاد لا سورتي هادي بالضبط كانت وحده هنا التحتانيه بحال الا مفكوكه على البلاصه ديالها في هاد الكونيكتور هذا. اذا هادشي اللي كاين اخواني. نتمنى انني رغم كان ان الامور شيئا ما صعيبه نتمنى انني نكون توفقت باش نوصل لكم يعني الفكره بالضبط فين تقدر انسان يضرب بالضبط ويقلب. هادشي اللي كاين اخواني. دابا ما بقى لنا الا ان شاء الله الرحمن الرحيم نردو الامور كيف ما فتحناها المرة الأولى هكا إخواني، يعني ردوا الأمور كيف ما كانت في المرة الأولى وردوا كل حاجة لمكان تكون مخصص بها. هكا إخواني الامور كيف ما كانت هكذا ونجيبو الكوفر ديالنا ردوه المكان المخصص ليه هنا شيء ما هكذا كل حاجة تكون مزيانة. مزيان ذلك
هنا نديرو دابا واحد لاسي اخر اللي نعرفو فيه بان الفونتيلاتور راه ما كتقيس حتى شي حاجه. اذا اخواني دابا الشوفاج ديالنا خدام مزيان، كيعطي واحد لا طومبيراتور اللي هي هائله ومزيانه. شكرا اخواني على التتبع ديالكم، نتمنى انني كنت وفقت باش نوصل لكم المعلومه يعني بواحد التقنيه سهله وبسيطه. شكرا لكم، الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله ومع بياس اخرى. السلام عليكم ورحمه الله.